السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم وأهلا ومرحبا بكم ضمن أخبار في دقائق. حديثي في هذه الحلقة سيكون حول اللقاء الذي جمع عبر تقنية المحادثة عبر الفيديو وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. راكم تشوفوا هذه الصور، هذا اللقاء الذي أجراه أمس الأربعاء ناصر بوريطة عبر تقنية الاتصال المرئي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد نايف فلاح الحجرف. وكالة المغرب العربي للأنباء صدرت مقال ونقلا عن بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن اللقاء الذي تم بين المسؤولين تناول العلاقات أو علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي منذ سنة 2011. ومما جاء في البلاغ على أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أكد على موقف المجلس الثابت في دعم سيادة المغرب على صحرائه ووحدة أراضيه، واعتبر أن حل هذا النزاع الإقليمي المفتعل وهنا الكلام يعود على من على نظام العسكر طبعا، لا يمكن أن يتم إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها. والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نوه مواقف المغرب التضامنية مع دول المجلس والقضايا الوطنية بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الشراكة بين الجانبين. ووزير ناصر بوريطة جدد التأكيد على رفض المغرب لكل أشكال التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية لدول المجلس، لا سيما مملكة البحرين الشقيقة مثل ما ورد في البلاغ من وزارة الخارجية المغربية. وأكد أن المغرب يعتبر من خلال الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس في 2016 في القمة الخليجية المغربية، وإن قال أنه يعتبر دائما استقرار وأمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمنه واستقراره، إيمانا منه بما يجمعهما من وحدة المصير ومن تطابق في وجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. يعني كي نقراو البلاغ نتاع وزارة الخارجية المغربية عقب هذا اللقاء، يتأكد بأن مجلس أو دول مجلس التعاون الخليجي راح توجه رسالة لنظام العسكر فيما يخص القضية الصحراء المغربية، وراح تقول له بأن وحدة وسيادة المغرب لا يمكن النقاش فيها، وأن دول مجلس التعاون الخليجي تدعم وتعترف بمغربية الصحراء. الكلام اللي قاله الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي في لقائه مع السيد ناصر بوريطة يبين بأن النظام العسكر راه زاد عليه الضغط وراه يتلقى في الرسائل بشكل دوري من طرف دول مجلس التعاون الخليجي بخصوص ملف الصحراء المغربية. وهذا رانا لاحظناه في الأشهر القليلة الماضية، أنه دول مجلس التعاون الخليجي راها تمارس ضغط قوي، وراها كما نقولوا احنا عندنا خايس بون خرجوها طاي طاي النظام العسكري اللي ما بغاش يفهم روحه واللي ما بغاش يعي بان لا سبيل ولا مناص الا بالاعتراف بمغربيه الصحراء وباحترام وحده وسياده اراضي المغرب. المغرب اللي في لا كونتر بارتي بين المواقف نتاعو الصريحة والواضحة فيما يخص أمن دول مجلس التعاون الخليجي وفيما يخص رفض التدخلات الإيرانية، رفض التدخلات نتاع نظام طهران حبيبهم حبيب نظام العسكر اللي راه يسيطر على القرار السياسي كما قلت سابقا في 4 عواصم عربية، بل يحتل 4 عواصم عربية. اللقاء هذا اللي جرى بين وزير الخارجية المغربي والأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي
يثبت مرة أخرى على أن هذه الدول تعمل على رأس الصفوف العربية، وأن هذه الدول ترفض وجود حركات انفصالية داخل الدول العربية، الأمر الذي لا يتقبله نظام العسكر، رغم أن الجزائر راها تعاني من تنامي النزعة الانفصالية اللي تسبب فيها هذا النظام اللي أصبح يشكل خطر على الوحدة الوطنية. دول مجلس التعاون الخليجي ترفض تقسيم الأوطان العربية، ومثل ما ترفض، وأنا هذا عندي قناعة، مثل ما ترفض تقسيم المغرب وتأيد مغربية الصحراء، ما تقبلش أن تكون نزعة انفصالية داخل الجزائر. بصح هذا النظام اللي أثبت على أنه نظام غدار ونصاب أناني، ويحسب لي شغل الوحدة الوطنية غير تاع الجزائر، والأخرين الله يسهل عليهم، على بلاش بهم، دول الجوار ما يسمعش بهم، المنطق نتاع الأنانية. بصح مؤخرا بالقرارات نتاعه وبالتهور نتاعه أثبت على أنه نظام لا يتعامل برزانة، نظام اعزل الجزائر عن المنطقة نتاعنا الإقليم المغاربية والعربية. والرسائل اللي راح توجهها دول مجلس التعاون الخليجي راح توجهها ليه بالدرجة الأولى، وراح تقول له باللي راك غير تلعب أورجو، وراك تكب الماء في الرملة، وباللي راك تحلم تنظم قمة عربية وتنجح فيها، راك تحلم. هذا هو الميساج نتاع دول مجلس التعاون الخليجي لنظام العسكر، نظام العسكر اللي مازال ما فهمش هاد لي ميساج اللي راهم يرسلوهم له القادة او دول مجلس التعاون الخليجي. بورتون العمامره مشى وعرف كيفاش، عرف فشل في المهمه نتاعو باش يقنع دول مجلس التعاون الخليجي. المعين على قصر المراديه راح لمصر وبغى يستنجد بالسيسي، وراكم شفتوا البارح السيسي هو منا الاخر ولا، وعبد الفتاح السيسي مشى لابو ظبي باش يقول باللي احنا ابو ظبي والامارات ودول مجلس التعاون الخليجي مواقفنا ثابته وواضحه ولا غبار عليها. نظام العسكر في مرحله صعيبه راه يمر بها، راه في مرحلة صعيبة، وبغى يقود العمل العربي المشترك، بغى يقود شغل بغى يحدث تغييرات في جميع الدول العربية ويكون هو زعما. بصح هذه ما يديرهاش واحد اللي يقطع العلاقات مع بلد الجوار، بلد عضو في جميع الدول العربية، هذه ما يديرهاش نظام اللي يسعى لتقسيم بلد عربي، هذه يديرها نظام اللي يعطي المثل ولكل قدوة. لكن النظام تاع العسكر أثبت على أنه ليس المثل وليس القدوة وليست له الأهلية باش يقود العمل العربي المشترك، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأنه متناقض مع نفسه، ولأنه عدو المنطقة وضد الوحدة العربية وضد وحدة الأمة. منين تدعم حركة انفصالية ما معنى ذلك؟ معناك أنك انترك تساهم في تقسيم الأمة، أنك راك تساهم في تقسيم والإضرار بالجسد العربي، أنك راك تخدم في المنظومة الاستعمارية، أنك راك تضعف في المنطقة العربية. هذا هو العمل تاعك يا نظام العسكر، هذا هو العمل تاعك يا نظام العسكر الذي تدعي أنك تنصر الشعوب. لا أنت ما تنصرش الشعوب الضعيفة، أنت تتاجر فقط، أنت تتاجر وتجارتك فشلت. ودول مجلس التعاون الخليجي قالوا لك ريقل روحك ما يا أوكان بروبلم، تقعد في أماك ما تنجحش، وراك تحلم أنك تنظم وتحتضن قمة عربية بالمنطق نتاعك وتفرض الأجندات نتاعك. كما راكم شفتوا منين مشى المهرول او المعين على قصر المراديه هرول القاهره، راكم شفتوا البيان المشترك تاع اللي صدر عقب هذه الزياره، وان لم تتم الاشاره ولو بكلمه ولو بحرف واحد الى ما يسميه نظام العسكر القضيه الصحراويه.
هذا النظام النصاب اللي خادع العالم منذ 46 سنة وكذب وخلق حكاية لا أساس لها من الصحة، وراح يقول بلي كاين شعب مضطهد وشعب محتل وأرض محتلة وكل هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وتثبت الأيام يوما بعد يوم على أن أكاذيب نظام العسكر فيما يخص هذا النزاع المفتعل كلها مفضوحة، كلها مفضوحة. ودول مجلس التعاون الخليجي عرفت أن الداء الآن هو في نظام العسكر، يا إما ينهي هذا الخلاف ويرجع للصف ويرجع للجماعة ويخطيه من التبعكيك، يا إما راه معزول ومنبود من طرف الجميع ولن يعقد أي قمة عربية ولن يستطيع فرض أجندته. اللقاء هذا يؤكد مرة أخرى على أن دول مجلس التعاون الخليجي راها تدعم، ما هوش فقط مغربية الصحراء هنايا، راها تدعم الاستقرار في المنطقة المغربية، راها تدعم السلام في المنطقة المغربية. نحن لسنا بحاجة إلى تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم، احنا رانا بحاجة باش نلموا بعضنا البعض وباش نبنوا اتحاد مغاربي مثل على شكل اتحاد أو دول مجلس التعاون الخليجي. صح هذا النظام العدو للمنطقة المغاربية ما عندهش الغيرة، ما عندهش الغيرة على المنطقة المغاربية، ما يقدش يساهم كما ساهمت الدول في مجلس التعاون الخليجي وبنات فضاء متكامل حقق الرفاهية والرغد لمواطنيها. احنا يبغينا القهر ويبغينا الذل ويبغي الشعوب المنطقة أنها تعاني ويعاقبها، يعاقبها كما راكم تشوفوا، حدود مغلوقة، أرزاق مقطوعة، أرحام مقطوعة. وهذا نظرا لغطرسة هذا النظام وعدم تحمل الشعب نتاعنا للمسؤولية التاريخية نتاعها، عدم تحمل الشعب نتاعنا في فرض وتحقيق انتقال ديمقراطي يكون من خلاله دولة مدنية ديمقراطية تكون على توافق مع دول المنطقة والدول العربية فيما يخص القضايا المصيرية. خلانا ندوروا في حلقة مفرغة، لكن راهم تحزموا له دروك الرجال، راهم تحزموا له دروك الرجال. ونحيي أنا من خلال هذه الفرصة دول مجلس التعاون الخليجي على وقفتها التاريخية، ما هيش قضية أنها توقف فقط في المغرب لا، هذا راه عندها الأثر الإيجابي كما قلت على المنطقة المغربية، هذا عنده الإطار الإيجابي على المنطقة المغربية. احنا لسنا بحاجة إلى كيانات ضعيفة، نحن لسنا بحاجة في منطقتنا إلى جمهوريات وهمية، هذا يضعفنا ورانا في الضعف بسبب شكون؟ بسبب نظام العسكر الغبي المتغطرس النصاب والخداع. إذن هذا هو حديثي حول اللقاء اللي تم بين وزير الخارجية المغربي نصر بوريطة والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد نايف فلاح الحجرف، واللي اتأكد من خلاله على نقطتين هامتين: لا نقاش حول مغربية الصحراء، ولا قبول رفض تدخل بتاع نظام طهران اللي يدرك هو مشبعش هذا نظام طهران بالتدخلات نتاعه في دول المشرق العربي، رحب يتدخل بل بدأ يتوغل في شمال وغرب إفريقيا تنفيذا لأجنداته وتصديرا لثورته المتهالكة التي أضرت بالشعب الإيراني. أكتفي بهذا القدر، ولي موعد معكم في حلقة أخرى. لا تنسوا هاشتاغ طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي. شكرا على دعمكم ووفائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.